جورج قرداحي، أنت متهم أنك ارتديت على مسيحيتك واعتنقت الدين الإسلامي. كم مرة متهم فيها هيدا؟ لا، هيدا اتهام معروف لإلك. بس يعني كذا مرة. لا، متهم فيه. يعني هيدا الاتهام لإلك. يعني أنت شو اليوم؟ لا، يعني اتهام. اتهام، يعني هذا شرف لا أدعيه. مثل ما بيقولوا، يعني انحكى وانكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ناس كانوا مزورين، يعني اخذين موقع مزور لاسمي ويقولوا انه باركوا لي لانه انا اهتديت واعتنقت الاسلام، واجا يعني رسائل وقتها بالملايين عم بيهنوني باعتناقي الاسلام. انا هذا شرف لي، والاسلام مش بعيد عن مسيحيتي، مسيحيتي مش بعيده عن الاسلام. نحن بعتبر انا هالديانات السماويه، خاصه المسيحيه والاسلام، ديانتان قريبتان احداهما. طيب ما زال حضرتك ما بتعتبرها بعيده، ما بعاد عن بعض. ليه عم تقول انه هيدا اتهام وكانه تهمه هي اعتناقك الاسلام؟ لا، ما اعتنقت الاسلام لانه ما اعتنقت الاسلام وما بلاقي. ولما سئلت قلت انا ما في داعي اني اعتنق الاسلام، ليه بدي اعتنق الاسلام؟ ما الموجود في الاسلام موجود عندي في المسيحيه بقى. ليه؟ نحن الهنا واحد. بالايه الكريمه بتقول لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بقى إذا كان إلهنا واحد وكل شوف شو تفسيرك لحفظ الآيات القرآنية؟ محبتي باللغة العربية وعشقي للغة العربية فقط، وكمان محبتي للنبي محمد، للتعاليم الإسلام، لهذه أنا كمسيحي دائما بقولها، هذه ثقافتنا. نحن موجودين في بيئة كمسيحيين، نحن في هذا البحر الإسلامي، هذه ثقافتنا، هذا تاريخنا. يعني بس عندي هيك سؤال صغير. فضل. يعني اليوم حضرتك عم تقول انت محبتك للاسلام او اعتناقك الاسلام هي محبتك للغه العربيه، بنفس الوقت ماجي فرح الاعلاميه كانت موجوده هون، محبتها للامام علي فقط، كمان محبتها للغه العربيه كمان. يعني كمان أوكي. كمان بس ما في عندكم ايمان مثلا بالاسلام؟ ايمان ليش؟ اذا بدك تصير مؤمن بالاسلام بتصير مسلم، مش هيك؟ بقى أنا مؤمن. أنا مؤمن. أنا لا، أنا زلمي ولدت مسيحيا، ولدت مارونيا وسأبقى مارونيا، وأنا مارونيتي هي قوميتي. يعني أنا قوميتي، يعني نحن بلبنان مذاهبنا هي قومياتنا، هذه قومية، ما عادت قصة انتماء روحي وديني وأنه الله وكذا وبصلي وهذا، لا، هذا انتماء قومي. نحن جدودنا عاشوا بهالأرض، عاشوا بهالجبال، عاشوا بهالوعر، فتتوا الأرض، فتتوا الصخر حتى يقدروا يعيشوا ويتجاوزوا صعوبات الجغرافيا وصعوبات التاريخ أيضا. بقى ما فيني أتنكر له، أنا أنتمي إلى هذه البيئة. أنا جدودي نزلوا قضوا بوادي النوبين عشرات السنين هربا من الاضطهاد وهربا من الظلم وتعيشوا أحرار، وعاشوا تعمشقوا بهالجبال، بجبال لبنان العسيرة الصعبة اللي ما بيقدر يوصل عليها الغازي لحتى يضلوا محافظين على حريتهم. حفظك لبعض الآيات القرآنية هل هي بس لتفاخر فيها؟ لا، أنا كجورج قرداحي وكأعلامي كبير. برافو عليك رجب، برافو عليك. حفظي للآيات القرآنية لأنه في بعض الآيات، معظمها يعني طبعا ما بدنا نحكي، بس في آيات هي خريطة طريق للحياة ومختصرة. في عندك السهل الممتنع أولا، وعندك لغة الإعجاز ثانيا. بعدين أنت سهل جدا أنك تحفظ آيات قرآنية، أسهل من قصيدة لأنه مسكوبي بطريقة، إذا اللي بيقرأ القرآن وبيشوف مسكوبي بطريقة أنه مش سهل على الإنسان، بيكفي تقرأ الآية مرة واحدة حتى تحفظها، منا صعبة، لأنه في فعلا في لغة إعجاز، وفي كل كلمة جاي محلها، ما في يعني مش ما في علك، ما في لغو، ما في لغط، في كل كلمة جاي محلها حفر وتنزيل. فلذلك هذه لغة الإعجاز، وهذه خيي. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شو بدك؟ هذه مش مبدأ حياة بالكامل؟ طبعا. مش مبدأ حياة لكل إنسان؟ طبعا. ويا ما في فاسقين بيجوا بوسوسوا، بس وين يعني هذه لما أنت
إنسان، ما بدي لك كمسؤول، لما أنت بتحطها بخلفية راسك وبيجي واحد عم بيتشكيلك. أنا كنت كمدير أجي أسمع ناس عم بيتشكولي على غير ناس، في ظلم أحيانا، في ناس بتظلم ناس. ما أنت إذا جاءكم فاسق فتبينوا ألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما. هلأ أنا بتمارس مسيحيتك؟ أنا هيدي بلاقيها تعاليم مسيحية. هاي بتمارس المسيحية مثل ما لازم؟ يعني بتروح لأحد على الكنيسة وبتقدس وبتطلع بزور مع شارب المالياس وسيد حريصة؟ خي لا بقولك بصراحة، مش ما عندي، يعني مش إنه ما عندي وقت، بس إنه مني ما يعني كنت بالأول لما أيام المدرسة وأيام الضيعة قبل السفر كنا نروح، بس إنه هلأ ما الحياة عم بت المحدلة مرق عليك الحياة مثل ترين عم بتمر عليك. بس صلي لحالك؟ شو بتصلي؟ ما لي علاقتي أنا وربي علاقة خاصة، يعني علاقتي أنا وياه مباشر من دون وصايتي.